إلى سند أسد، جميع تمريرات إلى سند أسد غير متقنة. يمكن لفريق اسمه يلعب بخطة أخرى أن يمرر في خط الوسط تمريرات قصيرة ومن ثم يتجه للهجوم. فريق إكسال درس فريق عسفيا ويحاول أن يغطي اللاعب سند أسد وسيم نصر الدين. تمير شلوزبرغ مرة أخرى طويلة جدا وغير متقنة كما قلنا إلى سند أسد وإلى أسعد أسعد. هجمة أخرى لصالح فريق أبويل إكسال. محمد عبد الهادي إلى وراء إلى محمود جبر، محمود جبر إلى وسط الجزاء، تسديدة جيدة ولكن الكرة مع حارس المرمى مفروض أن تكون. نعم الآن هجمة، محاولة لهجمة لفريق أبويل عسفيا. مجد أبو سعدة إلى نايل سابا، الظاهران في عسفيا يدافعان فقط لأن الهجوم مع فريق أبويل إكسال. إكسال يلعب بخطة 4-3-3 بخطة هجومية بحتة في هذه المباراة. محمد أسعد يعيدها إلى الوراء إلى خليل الحاج. الحكم يقول ضربة حرة لعسكر تنفذ بسرعة. محمود جبر نضال، ما زالت الكرة في الملعب ولكنها الآن تخرج لصالح دفاع عسفيا. الكرة مع فريق أبويل عسفيا، 24 دقيقة على بداية المباراة، 0-0. فريق إكسال أفضل، يخطر، يهاجم أكثر، مع الكرة أكثر، وعلى ما يبدو بأن فريق عسفيا يلعب بخطة دفاعية منذ بداية المباراة، يحاول اقتناص الهدف أو الأهداف عن طريق تمريرات طويلة إلى المهاجم سند أسد، ولكن حتى الآن لم يخطر فريق عسفيا مرمى إكسال. إلياس حيلي هو الذي ينفذ هذه الكرة. مرحبا شباب. طويلة إلى صندوق الجزاء ولكن إلى أسعد أسعد. كرة ركنية لصالح فريق أبويل عسفيا. صح معلم مع الكرة إلى صندوق الجزاء ولكن دفاع إكسال هناك. ما زالت في صندوق الجزاء، الرياح تلعب دورا والكرة مع أسعد أسعد. الآن هجمة خطرة لصالح فريق أبويل عسفيا، صح معلم مع الكرة مجد أبو سعدة ولكن الكرة غير متقنة إلى التماس لصالح فريق أبويل عسفيا. صح معلم وايش وإلك أحمد إلك عليه عليه. أشرف مع الكرة ولكنها بعيدة بعيدة إلى الخارج. سند أسد مع الكرة. سند أسد يحاول مقابل 4 و5 لاعبين من إكسال مع تصاح معلم. يعيدها إلى إلياد لافين رقم 12. إلياد لافين مع الكرة. الكرة إلى داخل صندوق الجزاء ولكن إلى الخارج. ما زالت النتيجة هنا في إكسال 0-0 بين أبويل المحلي وفريق أبويل عسفيا في مباراة الاختبار بين الفريقين من أجل الصعود في نهاية المطاف إلى الدرجة الأولى. الكرة الآن مع دفاع إكسال مع محمود جبر. ضربة حرة. نضال عودة. يعيدها إلى الخلف. محمد أسعد. بعيدة بعيدة إلى من؟ تسلل. هجمة خطرة جدا لصالح فريق أبويل إكسال. تغيير في لحظة الأخيرة ينقذ الموقع. هجمة خطرة جدا لصالح فريق أبويل إكسال وفي صندوق الجزاء هناك تمير شلوزبرغ في اللحظات الأخيرة ينقذ. تعود مرة أخرى إلى إكسال أحمد دراوشي مع الكرة، أحمد دراوشي مع الكرة ولكن في النهاية خطرة بروكين. خطر بوركن يحاول الآن إلى سند أسد، سند أسد وحيد الآن ولكنه يخسر الكرة وتعود إلى نضال عودي من الجهة اليمنى. إلى من؟ نور أبو ليل، نور أبو ليل ولكن وسيم نصر الدين هناك. إذا هجوم إكسال أمام دفاع عسفيا والآن كارت أصفر، هل سيكون كارت أصفر؟ بحق اللاعب حسن دراوشي ولكن حكم اللقاء يقول لا. 30 دقيقة على بداية اللقاء 0-0 في إكسال.
احمد دراوشي هناك ضربه جزاء والكره والان في اللحظات الاخيره الحارس ينقذ تعود مره اخرى نيمار الى الخارج. إذا حارس المرمى إلياس حيلي في اللحظات الأخيرة ينقذ هذه الكرة وهجمة خطرة أخرى لصالح فريق أبوعل إكسال كادت أن تكون في الشباك ولكن في اللحظات الأخيرة الحارس ينقذ الموقف. إذا على الأقل أربع هجمات خطرة جدا لصالح فريق أبوعل إكسال كان بإمكان هذا الفريق إحراز هدف التقدم في هذه المباراة ولكن حتى الآن الحارس حارس مرمى عسفي ممتاز وأيضا كانت عدة كرات التي أنقذها مدافعو هبوعل عسفي لذلك حتى الآن شباك هذا الفريق نظيفة ولكنها لن تبقى كذلك إذا بقي الفريق يلعب بهذه الصورة بطريقة دفاعية بحتة معظم اللاعبين في الدفاع مقابل الهجوم الخطر لفريق هبوعل إكسال. الكرة الآن مع فريق هبوعل عسفي تسح معلم في وسط الملعب عمري ملاك ولكن مرة أخرى مرة أخرى بوعل إكسال حسن دراوشي حمودي ماشي حمودي ماشي ماشي محمد أسعد ولكن نايل سابا يبعدها مرة أخرى إلى أسعد أسعد ننظر إلى الساعة إذا 33 دقيقة على بداية اللقاء ما زالت النتيجة 0-0 محمد عبد الهادي الآن هجمة من الجناح الأيمن فريق بوعل إكسال هذا الفريق يهاجم من الجناحين وأيضا من الوسط يتنوع في الهجمات على فريق على مرمى فريق أبوعل عسفي والآن الكرة من الجناح الأيمن مرة أخرى تعود إلى صندوق الجزاء كرة خطرة جدا مرة أخرى دفاع عسفي لها بالمرصاد ما زالت على أرض الملعب محمد أسعد نضال عودي هذا لاعب خطير جدا كرة ممتازة منه ولكن في الكورنر نضال عودي سنوات طويلة نشاهده على أرض الملعب يذكرنا بلعب فارس طويل ذكرنا هذا المهندس على وسط الملعب يعطي الكرات إلى اليمين وإلى اليسار وهذا ما يفعلها نضال عودي الآن مع الكرة سيرفع هذه الكرة من الجهة اليمنى لهجوم فريق أبوعل إكسال إذن خمسة لاعبين من إكسال في صندوق الجزاء ينتظرون هذه الكرة تسديدة ولكن إلياس حلي 10 دقائق على نهاية الشوط الأول ما زالت النتيجة بعينها 0-0 في مباريات الاختبار من أجل الصعود إلى درجة الأولى أول مباريات الاختبار الآن هجمة لربما خطر لصالح عسفي ولكنها طويلة على تساح معلم ودفاع إكسال والرياح تلعب دورها لصالح فريق عسفي الآن تعود مرة أخرى إلى دفاع أبوعل إكسال محمود جبر عادة يلعب بالهجوم على الأجنحة والآن يسند له المدرب مهمة اللعب في وسط الملعب أكثر